اوكي، هسه نعمل بس نلاحظ هنا انه لما نتعامل مع الانتجرز وفلوتس وباينرز بصير تخبص هاي البرمجية، فلازم تعملها كاستنج. انا بشوف الداتا كلها كسترينج. اوكي، مش كله بعمل له امبليسيت كاستنج، يعني لحاله بحولهم. فهون أنا متغير اكس، وبعدين عملنا انبوت، حولنا كاستنج بهاي الصيغة. اذا هاي فلوت بتحطها زي هيك هو بيعطيك الفانكشن اللي تكمل. هسه عملنا الوايل لوب، اذا هاي ترو بده يدخل وظله شغال حتى الاف ستيتمنت، اذا تغيرت بده يعمل بريك ويطلع. اذا هاي فولس بده يروح على الالس. لما يطلع من اللوب بروح على برنت اند. اند نعمل زي هيك كومبايل ران ماجول. اوكي، هسه انتر اكس، بدنا ندخل اكس مثلا 3 عشان ندخل اللوب. دخلنا اللوب اند ذا لوب، تلاحظ كمان دخلها 2. اوبس، وصار عندنا هون انتر ذا int is invalid literal for int with base 10. طيب ما دخلنا شيء اصلا، فكأنه ضربت باك سلاش ولا شغله بالغلط. فبدنا نعمل try and catch لنتجنب هاي المشاكل اللي بنشوف فيما بعد. فبنرجع وين للبرمجية on، بنسكر هاي، نعمل run compile again module، بندخل 2، بندخل 3. اوكي، زبطت هالمرة. هسه بندخل اشي less than حتى نطلع نروح على break statement minus 1 عشان نطلع. بروح على الاند، هي طبعا انت. هسه في حالة انه دخلنا اي رقم اشي ناط string، يعني لازم يكون انتجر، ما بقدر يحوله زي باك سلاش ولا شغلة. فايش بدنا نسوي؟ بدنا نحط try and catch blocks اللي هو بمسك هذا الخطأ. طيب، وبعدين نعملهم. هسه لنفرض انه بدنا نروح نحط رقم اقل من هاي الكونديشن، باينري كونديشن، طبعا هذا بداية البادي لللوب. بده وين نروح؟ على الالس، did not enter the loop. بدنا نحط x minus 1 ونشوف ايش بصير. run module، هسه بدنا نحط minus 1، هاي minus 1 دخلت، did not enter the loop end. شكرا.